برحب بحضراتكم في الفقرة الأخيرة. زي ما قلنا بالنوة هتكون معانا دكتور ريام الحياوي، وهي استشاري التغذية العلاجية، وملف مختلف هنتكلم عن خمول الغدة الدرقية. وإيه هي أصلا الغدة الدرقية ومسؤولة عن إيه؟ ولما بيحصل لها خمول ده هل بيؤثر على نسبة الحرق في الجسم ولا لأ؟ نعالج ده إزاي؟ نعمل إيه يا دكتور ريام؟ صباح الفل. صباح الفل بجد، منورانا والله. ميرسي يا حبيبتي. يعني موضوع مهم جدا جدا بالزبط. لأن في بقى نقطة هنتكلم فيها النهاردة مش ناس كتير تعرفها، فحابة ان احنا نوضحها النهاردة. فضل. الغدة الدرقية من اهم الغدد في الجسم، هي المايسترو. عايز اقولك بقى هي المايسترو، مش ناس كتير عارفة المعلومة دي، وان هرمون الثايرويد هو متحكم بدور كبير جدا في معدل الحرق. أوكي. فده حاجة ما ينفعش نغفل عنها. طب مش بس كده، المعلومة اللي مش ناس كتير تعرفها ايه هي؟ المشكلة دايما مش بتكون في الغدة نفسها، بتكون في حاجات تانية بتؤثر بطريقة قوية جدا على الغدة. فناس بتعمل التحليل تلاقي ان هرمون الثايرويد عندها كويس معقول، لكن هي عندها مشاكل تانية في الجسم، سواء في الكبد او في الغدة الكظرية اللي هي فوق الكلى، او في معدل الاستروجين انه عالي عند الرجال او السيدات. على فكرة وارد ان ده بيحصل بعيدا عن الجزء الطبيعي، يعني احنا كسيدات الاستروجين عندنا في جزء معين في وقت معين من الشهر مع الدورة الشهرية بيعلى شوية، ده جزء طبيعي ربنا خلقه. لكن في زيادة غير طبيعية بتحصل عند ناس كتير، يعني هو نتيجة ان هم ياخدوا الصويا، سواء فول الصويا، لبن الصويا، جبنة التوفو، لبن الصويا، من باب ان دي حاجة يعني اسلوب حياة افضل شوية، ان انا اخد مصدر بروتين بصورة نباتية. أوكي. فده بيعلي الاستروجين، وبيكونوا مش عارفين خالص ان ده تأثيره ايه بقى. تأثيره ان الغدة بتطلع الهرمون اللي هو الثيرويد، بس للأسف ما بيروحش يتنشط في الكبد بالطريقة الطبيعية، او ما بيروحش للأماكن الطبيعية المفروض يشتغل فيها، فبتأثر علينا تأثير سلبي جدا. اللي هو بيتقال الميتابوليزم بسيط، حرق بسيط، مع ان الغده شغاله اللي هي الغده الدرقيه والثيرويد بيطلع عادي جدا، بس عندك خلل من الثلاثه اللي انا قلتهم في جسمك، فانت بتدوري في حته ومش فاهمه انت ايه. الغده كويسه يا دكتوره، انا ليه ما بحرقش؟ عشان غالبا لو انا مش بتعامل مع دكتور يعني يقدر يحلل جسمي بطريقه فعلا فاهم ان في يا جماعه ان الغده دي مرتبطه ارتباط وثيق بالثلاث عناصر دول، فابتدي اعمل فحوصات ادور ورا الحاجات دي، لان بنسبه كبيره هيكون فيها مشكله هنا. طب ايه الفرق ما بين السمنه والغده الدرقيه والشعور بالخمول؟ يعني الثلاثه بتهيألي ممكن يكونوا مرتبطين، وبيعاني منها فئه كبيره من الناس جدا. لان انا لو الغده نفسها فيها خمول، في السيناريو بقى الثاني ان انا الغده نفسها فيها خمول، عندنا يا غده نشيطه يا غده خامله. طب الخامله دي بتعمل ايه؟ زي كلمه خامله، هتلاقي دايما نقص الهرمون ده، الحرق عندك فيه خمول ضعيف، جسمك في حاله سلاج. سلاج يعني ايه؟ حاجه واقفه ما بتتحركش حرفيا، بيبقى ده التشبيه الحقيقي. عندك خمول مش قادره تتحركي، عندك اوجاع دايما في جسمك، فانت تعبانه طول الوقت، مش نشيطه خالص، بتنامي فترات اطول، شهيتك مفتوحه وبتاكلي اكتر. والعكس صحيح للناس الغده عندهم نشيطه، هتلاقي كل اللي انا قلته العكس تماما، بياكلوا مش باين عليهم، هايبر اكتيف، كل ده بيكون موجود. طيب يبقى ده الجزء اللي مرتبط زي ما انت قلتي بحاله التعب، وفي نفس الوقت الحرق القليل، وبالتالي مرتبط السمنه اللي بنلاقيها عند معظم الناس. هو الناس اللي بتاكل 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 دي وما بتتخنش، ده بيبقى اللي هم موجودين يعني وسطنا وبحسهم من المحظوظين. بس ده بيبقى عندهم الغده يعني سليمه بنسبه كام، ولا معدل الحرق بيبقى وراثي هو مولود كده؟ بصي اسبابها برضو مش حاجه واحده، بس طبعا لو احنا دلوقتي النهارده بنتكلم عن الغده، فبالتالي الناس اللي عندها الغده يعني هو النشطه وزايده نشاطها اكتف، هتلاقي طبعا حرقهم عالي جدا جدا، بدليل هم بياكلوا كميات كبيره من الاكل لو قادرين، لان برضو زي ما قلت لك شهيتهم مش دايما بتكون مفتوحه. بس هو لو قادر ياكل كميه اكل كويسه بيحرقها بسرعه عاليه جدا حتى من غير اي رياضه، وهو هايبر اكتف، هو مش بيعمل رياضه من اجل الرياضه، بس هو حركته العاديه اليوميه بتحرق جامد جدا، وجسمهم بيحرق حتى هم قاعدين. الاوفر ثينكرز، الناس بتفكر كتير برضو، ده ممكن يكون نسبه الحرق ليه علاقه ولا؟ بعض الناس لان للاسف برضو الناس الاوفر ثينكرز، او خلينا نقول بقى الستريس كنا لسه بنتكلم ان الغده الكظريه اللي هي فوق الكلى اللي لسه قايلين من شويه ان هي بتؤدي الى خمول الغده الدرقيه او الثايرويد. للاسف بقى الاستريس وتفكير كتير يا نهاوند، ممكن تكون انت ما بتاكليش كتير، لو انت شهيتك مش مفتوحه وعندك مشكله في الاستريس، بتاثر على الغده دي، بترفلكت على طول على الثايرويد ان هي تقلل يعني بتقلل نشاطها وحرق الجسم. فالناس اللي عندها استريس الطبيعي ان حرقها يكون مش حلو، مش افضل، يعني يتخنوا اصلا. بالظبط. هو بس الفرق الوحيد ان انت لو شخص بيبقى عندك استريس فما بتاكليش، ما عندكيش ايموشنال ايتنج، فانت بتبقي متوتره ومتضايقه، فاكلك بيقل عشان مالكيش نفس، ده الشخص الوحيد غالبا اللي بيخس. غير كده او لو طبعا
يعني ربنا يعافي الجميع. الاسترس ادى الى السكر، في ناس كتير خلي بالك بيجي لها ستريس جامد جدا، ده ضمن الحاجات الاساسيه ان الناس تصاب بالسكر النوع الثاني. يقول لك انا يا دكتور اكلي صحي، بلعب رياضه، بس انا شغلتي فيها ستريس جامد جدا، ما كنتش اعرف ان انا عندي السكر، اكتشفت ان انا عندي سكر. فده برضو السيناريو اللي بيخسس، يعني زي افه بشعه بالظبط يعني كده، ممكن يؤثر. بس دايما بيقولوا ان الصحه النفسيه ما لا يعني ما ينفعش ان انت حتى تفصليها عن الصحه البدنيه، بالعكس ده مكمله ليها. لو الواحد صحته النفسيه كويسه وعنده مشكله عضويه، ممكن ان هي كمان تجيب نتيجه ايجابيه. ده جدا عايزه اقول لك انا يعني الحمد لله بقالي 12 سنه بتعامل مع مرضى الاورام بريت عالي جدا. احنا الجزء السايكولوجي عامه في نسبه تعافي من الاورام، خصوصا لما يكون هي الحمد لله نسبه البروجنوزس فيها كويس، عايزه اقول لك بيفرق بنسبه 60% تقريبا، مش اقل من كده، مش 50 حتى في المية. فلا المعلومه دي حقيقيه جدا. طيب سواء بقى حد عنده حاله نفسيه وحشه، غده درقيه شغاله او مش شغاله، عمل التحاليل ما لقاش مرض مزمن او لقى مرض مزمن، هل في منتج نقدر من خلاله نقول ان مع كل الكيسز دي اقدر ان انا اساعد على فكره حرق الدهون وبشكل سليم وما يبانش عليا الارهاق؟ لان في ناس بتخس بتعمل دايت ويبان عليهم، تيجي تبص له كده تقول اه خسس، بس انت مالك يا ابني انت عيان؟ دي عشان نبعد عنها نعمل ايه؟ ومنضايقهم يعني، هم بيبقوا خاسين المفروض فرحانين بالخسيه ومبسوطين كده، فقالوا لهم شكلك عيان في كده دمر له كل حاجه. اه بالظبط، دي عايز اقول لك حاجه مشهوره جدا. لا انا النهارده بقى هكلمك على حاجه الحمد لله، الحمد لله بتجارب عدد كبير جدا من الحالات، ومش بس كده التجارب والابحاث ووزاره الصحه، لان انا بتكلم النهارده عن حاجه الحمد لله هي يعني هايلي ريكومندد. ليه بقى؟ لان هي منتج طبيعي 100% قائم على الالياف، مجموعه من الالياف، قشور السيلينيوم، رده القمح، الشوفان، دول ينهوند الثلاثه مع بعض بيعملوا ماده مالئه في معدتنا من غير اي تاثير على مخنا ولا على اي هرمونات في الجسم ولا اي شيء. فبالتالي اكل حضرتك نزل للنص، وبعض الناس كمان اللي عندها يعني حماسه كويسه ومتحمسه، انا بادئه الكورس بيستا مع القلب مالتي فيت، عامله حاجه حاسس ان هو مهتم بنفسه ومتابع مع التيم على الارقام اللي ظاهره على الشاشه والصفحه، اسبوعين متابعه اسبوعيه، ودي حاجه انا بكون حريصه ان احنا ما نكسلش ابدا ان احنا نعملها، عشان الاقي دايما اللي يوجهني ان انا لو في مشكله انا بغلط في حاجه مع المنتج فيرشدني للصح، فابقى ماشيه باخد اقصى استفاده منه. طيب انا هاخد البيستا اللي هو كيس يومي يعني يوميا مرتين لثلاثه على حسب، باخد وجبتين اساسيتين ولا ثلاثه قبل كل وجبه بنص ساعه لساعه نهوند. طب ليه؟ ايه اللي هيحصل؟ طبعا طعمه حلو، صفر سعرات حراريه، فانا خدت الالياف بصفر سعرات حراريه. انا هروح وقت اللي هاكل فيه، انا دلوقتي طالبه اوردر في شغلي، خلينا نقول السيناريو الكومن جدا ان انا قاعده في الشغل كده فعلا وطالبه اوردر، فمش باكل اكل صحي قوي. طيب ايه اللي هيحصل؟ هيجي الاوردر اللي حضرتك خدتيه بس انت واخده بيستا، مش هتبقي قادره تاكلي، فهتاخريه ساعه او ساعتين. يعني انا اخد ممكن الناس اللي بتشتغل وفترات كتير بتبقى قبل بيتها، قبل ما يعملوا الاوردر ياخدوا او مع عمايل الاوردر بياخد تقريبا نص ساعه الا ربع بالظبط، ياخدوا بيستا مع ميه. هيتفاجئ ان الاوردر جه، لو كان متلهف وجعان وقاعد مستني يطلع غول بالشغل كله في الاكل ده، هيلاقي نفسه انا مش قادر اصلا اكل دلوقتي، فهياخر الوجبه بتاعته ساعتين، فعدد وجباته في اليوم او هياكل نصها وبعدين نصها بعد كده، فهيبقى الوجبه الواحده اتقسمت على اتنين بالظبط. يبقى انا في الاخر النتيجه ايه؟ قللت عدد وجباتي، بقت هي وجبه واحده. انا وصلت للنتيجه دي زي ما قلت لك بالالياف المالئه اللي هي بتنفخ في المعده بتاعتي زي البالون. ومش بس كده، فيها ميزه رائعه بقى يا نهاوند بصراحه. دايما اكيد بتسمعي من كل الناس حواليكي شكوى الدايت المرتبط بالامساك المزمن، دكتور انا من ساعه ما خدت ورقه الدايت وانا عندي امساك وما بخشش التواليت، ودي حاجه مقرقاني ومضايقاني. بتحصل مع بعض الناس بالظبط. لا، الالياف الموجوده في بيستا بتنظم عمليه الهضم وحركه الامعاء، فبالتالي هي دايما بتخلي القولون العصبي مرتاح، والناس اللي عندها مشاكل في الهضم هي افضل كتير اصلا جدا. يعني انت بتخسي وفي نفس الوقت بتعالجي بالظبط كده، وده اللي انا دايما بقوله. طب ايه تاني في الالياف؟ من انك بتتكلمي بقى عن المعالجه، الالياف العاليه جدا يا نهاوند دي بتعمل ايه بقى؟ بتنظم مستوى الدهون في الدم، فمثابه السفنجه اللي بتمتص الدهون اللي زايده في الدم زي الكوليسترول، بتعمل ايه؟ بتخلي مستوى السكر في الدم للناس اللي عندها مقاومه انسولين او مصابه اوريدي بالسكر النوع الثاني، بتخلي الالياف اللي في الدم دي سكرك ماشي بلاتو ثابت، مش كيرف طالع نازل. ما هو ايه اللي بيطلع الانسولين جامد جدا؟ نقول في ناس عندها مقاومه انسولين، ان انت بتدي لجسمك دفعه من النشويات والسكريات عاليه، يبتدي الانسولين يطلع للقمه وبعد كده ينزل تاني على طول، فتحسي فالواحد يجوع بسرعه قوي. فانت حليتي المشكله دي ونظمتي مستوى السكر في الدم، فانا كمان مش بس كده انا بعالج الامراض المزمنه. طيب انا اسالك بقى حاجه عشان ايه برضو طبيعه مجتمعنا يعني وثقافتنا، احنا بنحب الحلويات
في شعوب بتحب الحلويات، احنا كمصريين بنحب الحلويات بصراحه كلنا. يعني هنقول 90% حلو، فشعب بيحب الحاجات الحلوه والسكريات والكلام ده كله، فصعب انك تيجي تقولي انا هحرمك منها طبعا. او بيبقى بتاثر في نفسي والممنوع مرغوب، هتلاقيه يعني بيروح له اكتر وفي رمضان وفي الاعياد، فده بارت من الكالتشر بتاعنا. دلوقتي انا لو شخص اكيل بمعنى صح اكيل حلو، ووجبتي فيها بسبوسه وفيها حاجات حلوه كتيره مع الوجبه الاساسيه، عادي بيستا هيأثر ولا لازم كده ازود الدوز ولا اعمل ايه بالظبط؟ طيب السؤال ده بقى حلو جدا، ليه؟ لانه بيرد على الحته اللي كنا بنشرحها دلوقتي، انا مش هحرمك من الاكل، يعني انا مش هقول لك ما تاكليش، بس هقول لك انت كميات اكلك هتقل، انت مثلا شخص متعود يوميا بياخد حاجه قطعه من الحلويات، نص الكميه مبدئيا دي اول خطوه هتحصل من غير ما اقول لك ما تاكليهاش، كلتيها باي ديفولت كده تلقائي. طب ايه تاني؟ انت واخده منتج عالي جدا بالالياف، فهو عمل زي ميزان مع السكر اللي هو بيعلى وبيزود الانسولين وبينزل وبتجوعي بسرعه، انا خليت فيه مستوى عالي في جسمك من الالياف، فابتدى يعمل منظومه البلاتو اللي انا صحيح كلت شويه سكر. هقول لك دي شبه ايه، انا دايما زمان كنت بدي للناس اللي هم عندهم ادمان في اكلهم العادي للسكريات وبالذات الشوكليتس، كنت بديهم دايت فيه شوكليتس، ما بحرمهمش خالص، بس كنت اقول لهم جنب الشوكليت لما هتشتروها اوعوا تاكلوها غير ومعاكي لانش بوكس في شغلك او في اي حته فيه خضروات. ده انا كنت بمثل فيه الالياف قليله السعرات على عشان يعمل بالانس لحد بالظبط. انا دلوقتي بعمله بيستا كماده مليئه بقى فعلا، ماده ما فيهاش اي سعرات حراريه، وفي نفس الوقت بتساعد على الخصيه من 8 ل 12 كيلو شهريا، وطبعا الخضروات مش هتعمل كده، دي قصه ثانيه. انت بتتكلمي في يعني برسنتج رائع، ده كبيرة. ناس بتعمل عمليات عشان تخس 10 و12 بالزبط. كيلو بالظبط، وتعمليها وبسعر اقتصادي جدا عايزه اقول لك، وفي نفس الوقت في تيم متابع معاكي من خلال الارقام اسبوعيا، فانت عندك كل ده وبتعمليه اونلاين وانت قاعده في بيتك. واخد تصريح، واخد تصريح من وزاره الصحه طبعا، وعليه كل الابحاث، ومش بس كده، زي ما بقول لك عندي نسبه كبيره جدا من الحالات، سواء أطفال من سن 13 سنة أو الناس المصابة بأي أمراض مزمنة، الحمد لله يا رب حصل نتيجة رائعة جدا، إن أنا مش بس بخس، لا أنا بظبط صحتي. حلوة قوي. طيب إحنا دايما مع النظري بنحب نشوف عملي، خلونا نروح نشوف كيس هتتكلم بنفسها، هي اسمها إسراء، تحكي لنا قصتها ونرجع نكمل. احكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدك تخسي. اسمي إسراء محمد ممدوح، سني 20 سنة، كنت 95 وبقيت 50. قبل ما أخس كنت بعاني من نفسي قصير، ما كنتش بقدر اتنفس كويس، اللبس كان عندي فيه مشكلة، ضربات قلبي كانت سريعة، ما كنتش بعرف اتحرك، ما كنتش بحرم نفسي من اي اكل، كنت باكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليلة. احساسي بعد ما خسيت احساس جميل جدا، بعرف البس براحتي وبعرف اكل اللي انا عايزاه واتحرك، وجسمي بقى خفيف جدا. انصح اي حد جسمه مليان ان هو يتابع مع بيستا، موضوع سهل جدا. حلو ان احنا كمان نسمع يعني بودنا ونشوف كيسز وناس جربت هذا المنتج وعمل نتيجه معاهم ازاي. كمان هي بتتكلم برضو في ويت او يعني وزن نزلته محترم، دي حقيقة رقم محترم. طب على الصعيد الثاني بقى، الناس اللي عايزه تخس 3 و4 كيلو، الحاجات اللي هي التظبيطات بعد الصيف، بنتخن 2 3 كيلو برضو بيستا جدا بقى، بس هنقلل الدوز بتاعتنا زي ما قلت، عشان كده المتابعه مع التيم على الارقام شيء مهم جدا. ممكن تكوني محتاجه ساشه واحد قبل الوجبه الرئيسيه بتاكليها في اليوم، لان طبعا اللي زايد 2 3 كيلو هو مثبت وزنه طول الوقت، هو اكيد شخص مش الاكيل بالقدر الكبير يا نهوان، هو نتيجه الصيف والسهر واسلوب الحياه بيكون مختلف شويه. حتى النوم دايما بنتكلم عنه، ان لخبطه النوم في فتره الصيف والسهر برده بتاثر على الحرق، فبيكون عامل مساعد اكتر ان احنا نزيد، فنقدر ناخد بيستا. زي ما قلت لك هو مش بس هيقلل الوزن بالطريقه اللي احنا عايزينها، هو بينظم حركه الامعاء وبيظبط دايما شعورنا بالجوع، ودي نقطه مهمه جدا. كويس، ان الشعور بالجوع ده ليه اسباب كتير جدا، منها اسباب نفسيه زي ما احنا اتكلمنا، وهي قالت كده فرق في نفسيتي، سمعتي فرق في نفسيتي كتير ان انا خسيت. احنا اصلا خسيتنا نهوان بتفرق في مودنا العام بطريقه كبيره جدا، فاحنا العكس صحيح، الزياده في الوزن من غير ما نحس، حتى لو حياتك ماشيه مستقره، وده شيء طبعا صعب جدا، بس يعني مجرد ان انت تزيدي في الوزن الستات او الرجاله بقى بيأثر سلبا جدا على المود العام، خصوصا احنا صرحة مع بعض. تلاقي مثلا تخنتي تلاته، ايه ده انت تخنتي كده ليه؟ تقومي قايله اللي قدامك طب انت استفدت ايه بقى لما انت قلت لي انا تخنت؟ بالظبط، انا بنبسط قوي انت كده يعني.
للاسف احنا صرحه مع بعض فده نبقى شويه يعني الكلمه الحلوه هتبقى مركزين مع بعض جامد عيله واحده بقى نعمل ايه. طيب في ناس ممكن دلوقتي تتفرج تقول لك طيب هل الموضوع ليه علاقه بالسن؟ يعني نسبه الحرق طبعا مع السن الكبير بتقل، فهل الموضوع هيبقى افكتيف او ليه تاثير مع السن اللي فوق مثلا 60 فوق 50 زي 18 20ات؟ بالظبط كده. احنا دايما انا عايز اقول لك بقى في بيستا بالذات انا بتارجت الناس كبيره في السن. ليه؟ لان هم نسبه ان انت تقولي لهم اعملوا رياضه او حركه نسبه قلت جدا. دايما هنلاقي امراض مزمنه. مش بس كده، معظم الامهات المصريه الجميله هتلاقي في زياده في الوزن 30 40 كيلو، ضغط على الركبه، ودايما هتلاقي هي ما بتفكرش تقول لابنها او لبنتها انا عايزه اخس، هي ما بتلجاش ابدا غير لما عندها مشكله عظم وراحت لدكتور العظام وقال لها يا حاجه انت لازم تخسي. صح. لان ركبتك مش هتتحسن غير لو خسيتي. فبتبقى جايه عندها حمل كبير جدا 30 40 كيلو، وعايزه اقول لك بنجيب نتائج رائعه جدا جدا. لان هي بقى مشكلتها ايه؟ الناس الكبار في السن اكلتهم مش دايما بتكون كبيره، هم حرقهم زي ما انت قلتي بيكون قل جدا. فانت بتعملي ايه بقى؟ انا بيستا في نقطه مهمه جدا عايزه اتكلم عنها، ودي اللي بتساعدنا قوي مع الناس كبار السن، وهي الكروميوم بتركيز 500 ملي جرام، فيتامين سي بتركيز 50 ملي جرام، والايركارنيتين 30 ملي جرام. الكروميوم ده عمل ايه بقى؟ امتصاص النشويات اللي في الوجبه الواحده. هي دلوقتي الحاجه عامله طبق بقى ايه، محشي، عارفه الحاجات الحلوه، مكرونه البشاميل، الحاجات بتاعت الامهات الجميله، الاكل المصري الجميل اللي الجيل الجديد ما بيعملوش قوي. فهي عامله الحاجات الجميله دي وكلت، خدت بيستا فكلت نص الطبق اللي كانت متعوده تاكله. دي اول حاجه حصلت، هي من غير ارادتها كويس وكلت نص طبق. امتصاص النشويات اللي في الوجبه دي اصلا احنا قللناه جدا ببيستا بالكروميوم، فانا اوريدي قللت الامتصاص بتاع النشويات. ايه كمان؟ حفزت افراز الانسولين اللي هو بالتالي عمل ايه؟ قلل تخزين الدهون في الجسم، فانا كده عملت جزء تاني. الجزء الثالث بالفيتامين سي، وده المهم بقى، هي عندها نسبه دهون مخزنه في جسمها كبيره جدا، ومنطقه البطن هي خطر على القلب، السايكل اللي الناس للاسف بتخش فيها. انا الفيتامين سي خد الدهون المتخزنه عندها في الخلايا وطلعها واستخدمها كمصدر وقود في الجسم، فابتدت تفقد من دهونها هي الشخصيه وما تعتمدش ولا تحتاج للنشويات كمصدر طاقه. الله، ده يعني احنا بنتكلم ان بيستا ممكن ان هو كمان يساعد على انقاص الوزن في اماكن معينه، ان في ناس بتبقى مش كلها عايزه تخس، تبقى اماكن في منطقه البطن، الذراع، بالظبط الاماكن اللي هي الصعبه عاده يعني، فده اصلا ممكن يروح للجزء اللي فيه دهون اكتر ويخسسه. ده اكيد عشان هو بيبتدي يشتغل على الاماكن المتخزن فيها كميه كبيره من الدهون، عشان انا حولت، هو حول نظام جسمك اللي هو شبه الكيتو شويه، بس انا مش بدخل بقى دهون، هو بياخد الدهون المتخزنه في جسمك يحولها كمصدر طاقه. حلو ده جدا جدا. طب الحوامل بقى، يعني تيجي مثلا واحده حامل تقول لك ممكن اخد بيستا وانا حامل عشان ما زدتش قوي ولا خطر؟ بصي هقول لك حاجه، انا ما عنديش مشكله في بيستا مع الحوامل طول ما انا متابعه مع استشاري. ولا البيبي هيتخنق؟ لا 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 مش هيحصل. لا اكلها هيقل. عايزه الاعشاب، موضه زمان يعني هوند، اللي هي اللي انت لازم تاكلي كميه اكل كبيره عشان البيبي والكلام ده، ده كلام ليس له إيه اي اساس من الصحه. حتى في الرضاعه انت الاساس هو شرب السوائل، يعني ما فيش حاجه اسمها ان انت لازم تاكلي، والحاجات المفيده اللي هي قليله السعرات، يعني تاكلي ورقيات فيها سعرات عاليه، مش تاكلي مثلا شوفان وعيش بلدي كتير، رغم ان احنا بنقول عليهم صحيين بس فيهم سعرات عاليه. طبعا. فانا مش ضد ان احنا ناخده، بس دايما اي حد عنده سواء امراض مزمنه او كيس زي واحده حامل بترضى لازم تحت اشراف الطبيب اللي هي ماشيه معاه. يعني ممكن بس لازم تحت اشراف. بالظبط كده، بالظبط كده، لان زي ما بنتكلم مع بعض دلوقتي هي كلها حاجات طبيعيه 100% ما فيهاش اي شيء كيميكلز ممكن تاثر علينا، بس دايما بنصح تحت اشراف طبيب لو انا ماشيه مع استشاري بتابع اي مشكله عندي. كويس جدا. طيب هو فاضل تقريبا دقيقتين دكتور ريهام، فاحنا عايزين نستغل الدقيقتين دول برضو، ولو كده حد بيتفرج علينا وقاعد والكلام ابتدى يعجبه بس قال لك طب معلش برضو ايه اللي بيميز بيستا قوي مع كل اللي انتوا قلتوه ده، ان انا لو قدامي بيستا وقدامي منتج تاني نفس الفكره ما اخدش المنتج هو التاني؟ الكلام هيبقى اكتر من دقيقتين بس انا هحاول. يعني حاول بقى. يعني بصي بيستا انا بصراحه انا كطبيبه يعني بيفرق معايا ان انا بتكلم عن منتج مرخص من وزاره الصحه، دي حاجه انا بتفرق معايا جدا. طبعا جداً. لازم سعرها اقتصادي، التيست بتاعه سهل. حلو. سوري، وزي عصير التفاح، خليني اقول لحضراتكم بالظبط كده، بالظبط عصير التفاح بس قلبه كويس لان واشربه في ساعتها، لان في حاجه انا سمعتها برضو كويس ان انت قلتي المعلومه دي، بيسيبوه شويه يفتكروا ان مثلا هروح اعمل حاجات واجي اشربه. طب ما هو فكرته بيشتغل، هو بيعمل قوام معين في معدتنا، فاحنا أيوة. بنشربه وهو لسه سائل عشان يعمل القوام ده جوه معدتنا، مش الكوبايه. يعني لازم تدوبوه كمان كويس، انا جربته قبل كده ما دوبتوش كويس، كان تقيل، لازم يدوب دوبيه كويس واشربيه في ساعتها، دي حاجه مهمه. الحاجه الثانيه المهمه جدا ان
ان هو سهوله الاستخدام. احنا كلنا دلوقتي بنجري طول الوقت من الشغل او تمارين ولاد، انت مش فاضيه لنفسك، فانت لما تاخدي معاكي ساشت في شنطتك، شنطه ايدك، وقاعده في اي مكان كيس كده بالظبط، كيس بتدوبيه في كوبايه ميه بسيطه جدا في اي مكان هتكوني فيه، هيبقى سهل انت تعملي حاجه زي دي، فهو سهل. الحاجه الثانيه ان هو مش بس بيسد الشهيه بطريقه امنه، مش بتشتغل على المخ، هو فيه مكونات بتعمل ايه، بتساعد على ريشيبنج اللي انت لسه قايله ان انا بشتغل على الدهون اللي في المناطق اللي مضايقاني، فانا مش بس بخس وبيبقى شكلي وحش، لا ده انا بنحت الاماكن اللي فيها دهون، فانا خسيت بشكل حلو. ومع بيستا ممكن اخد الب مالتي فيت كمكمل غذائي علشان يديني طاقه، علشان يعوضني عن اي فيتامين ممكن مظبوط، هو مش بس محتاج. ممكن هو ضروري جدا، عشان كده انا عاملاه في صوره كورس بيستا مع الب مالتي فيت، عشان كل المشاكل اللي بيعاني منها اي شخص بيقلل سعراته وبيعمل دايت ما تبقاش موجوده، وهي تساقط الشعر، الضوافر، البشره البيل، زي ما انت قلتي مالك خاسس بس شكلك تعبان، لا انا بالعكس خاسس وصحتي وبشرتي وشكلي لا افضل بكتير. يبقى كورس اكيد يفضل ان احنا ناخد الب مالتي فيت مع بيستا، اكيد هيدينا نتائج كمان هتبقى ملموسه كمان بعد شهر، حضرتك كنت برضه ذكرتي ده. دكتور يامن نورتينا، واكيد لينا لقاء تاني وملف كمان في غايه الاهميه هيكون للساده المتابعين. بشكر حضراتكم على متابعتنا، ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله 10 الصبح في الاهلي.